السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في هذه الفيديو الجديدة. واللي تيقول فيديو جديدة تيقول مفاجأة جديدة عن كيا. اليوم غنتكلم لكم على آخر ما خرجناه اون سيري سبيسيال متعلق هذه المرة طوموبيلة كبيرة عائلية لا كيا ريو. هذا الموديل اللي تلونسا في البداية ديال 2020 تدار السوقان في المدينة، ولكن تدار أيضا السوقان خارج المدينة أي السفر. علاش؟ حيت فيها محرك ديال 100 ديال الخيل قوي، فيه اون بواط مانيوال 6 ديال السرعات، وبلان واحد ديالو يقدر يشد لكم 750 كيلومتر. هاد الطوموبيل اللي فيها اتساع كبير، لي زيكيبمون واعرين، ولو ديزاين غادي يعجبكم. خليكم معايا باش نكتشفوها جميع. من غير لي زيكيبمون اللي ديجا فيها فحال جوج ديال لي زيرباك كليماتيزاسيون، جاج ديال القدام الكتريك والتعديل الكتريك ديال المرايات، لورديناتور دو بور، هاد لا ريو لايف ستايل فيها دي زوبسيون جداد بحال صباغه بجوج ديال الوان، شاشه لامسه 9 ديال لي بوس معها كاميرا ديال الرجوع، وجانتاتش الومنيوم 15 ديال لي بوس. هاد لا سيري سبيسيال ريو لايف ستايل اللي عامره ايكيبمون راها متوفره في جميع الشبكات ديال كيا، ثمن 13 مليون و 6900 درهم. فاختاروا اللون اللي تناسبكم الاكثر، اتصلوا بنا باش تستافدوا من هذا العرض الرائع.